شراره مراسل الجزيره ومباشر مصر. جيت النهارده المحكمه لمتابعه اجراء المحكمه رئيس المحكمه. صورنا مع اهالي الشهداء ورحنا نصور مع ابناء مبارك، لان سياسه القناه عندنا هي الراي والراي الاخر. بمجرد الناس شافوني قالوا ده، واحده قالت ده بتاع الجزيره ومباشر مصر، فجوهم بشكل محتد قوي بيكلموني يقولوا ما تقولش على الرئيس مبارك مخلوع، هو مش مخلوع. فبدات اتناقش معاهم، لقيت واحد سحبني وماشي بيا، فبقول له انت بتعمل ايه؟ قال لي احنا بقى ابناء مبارك ومش عايزين نشوفك هنا، نطلع وام شاتم. طب موقف الامن كان ايه؟ موقف الامن ان واحنا ماشيين لقينا سياده اللواء جاي يكلمنا، ما اعرفش اسمه ايه، بيقول لي ايه اللي حصل. بحكي له، قال لا انت بتنرفز ليه؟ انت متعصب ليه؟ اهدى اتكلم بالراحه. فقلت له حاضر، يعني اسكت ولا اتكلم؟ قال لي اتكلم. شرحت له اللي حصل، قام قال لي طب احنا عايزين نهدي الموضوع و و و. قلت له انا هتمد ايدي عليا، الناس ضربتني. قال لا نهدي الموضوع، اتفضل على هناك. يعني عاملين مكان هنا ومكان هناك.